شيفرة اللواء هو الرقم الصعب والشيفرة الأقوى. إنه لواء أشرف ريفي. اليوم مين بده راسه للواء أشرف ريفي؟ لازم تفهموني، أنا مقاتل شرس في دم بإيديك. اليوم منه عدو حزب الله. تقبل تتكربج أنت لواء؟ زعجك السؤال؟ لا يستحق الجواب. أنت كذبة. للمرة الأولى سيطل وبجرأة عالية تكلم في شيفرة اللواء. إيش عندك قضاء أنت آخر شيء؟ سعد الحريري أكل جول كبير منك. الناس بتقيم فيك تحل عن قبره لرفيق الحريري. أنا حكماً قاتل لإعادته. تحضر لتحالف أنت وبهاء الحريري. بكرة في انتخابات، نشوف خيار أهلنا مين ربح. أشرف ريفي أنت داعشي بامتياز. تمام بلاك يحاور أشرف ريفي في حلقة خاصة الأربعاء 9:30 مساءً على الجديد